المستقبل هاجس البشرية الأزلي عبر العصور. هناك أمم أصرت على تخيله وصناعة تفاصيله، وهناك أمم انشغلت بماضيها وحاضرها فقط. ما نراه اليوم من تطور كان خيال أحدهم في الماضي، لذا دعونا نتخيل المستقبل معاً. التكنولوجيا المتقدمة تخلق فرص جديدة، والتكنولوجيا اللي يجري تطويرها اليوم ترسم ملامح المستقبل وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. البيانات والمعلومات هي نفط المستقبل. Data is the new oil، وهي الأساس في توفير حلول رقمية لدعم التقدم في مختلف المجالات وأهمها قطاع الصناعة. Technology's mission is to solve problems rather than mimicking a particular fancy state. When aircraft is invented, the goal is not to try to be like a bird. It is really to transport people from a place to another place. If we view AI in that lens, you will see that AI actually is going to be able to create values and also going to be impact on almost all the problems. That's why I think AI is very important to be at the center stage for our future technological environment. استشراف المستقبل لا يقوم على التخمين ولا يقتصر على التنبؤ، لكنه يتطلب البحث والتطوير بأدوات علمية. So I would say when the decision maker are informed about this potential of AI and also this capability and also the limitation of AI, maybe also the risk of AI, they will be able to ask the right questions. وليس خفيا على الجميع أن التكنولوجيا عصب رئيسي في مستقبل كافة القطاعات، وتعتبر الروبوتات والذكاء الاصطناعي من أبرز هذه التقنيات الرئيسية. كما أن مستقبل الرعاية الصحية يعد بالكثير، خاصة مع تطور تطبيقات الهندسة الجينية وعلوم الجينوم وأبحاث الأمراض النادرة والأوبئة عالمياً، وتسريع تطبيق علوم النانو في تطوير أساليب العلاج التقليدية. كل مجالات الصناعة في العالم بيزداد ارتباطها بالتكنولوجيا المتقدمة، لأنها توفر النفقات وتكاليف التشغيل وتعزز المرونة وتزيد التنافسية وتحسن جودة ونوعية المنتجات وتسرع وتساعد في عملية اتخاذ القرار. ومن المهم أن يدرك الجميع أن عدد الفرص المرتقبة في مجال التكنولوجيا والابتكار لا حصر لها، مثل توظيف التطور التكنولوجي والمواد الحيوية في تخفيض حجم النفايات البلاستيكية وتخضير المناطق الصحراوية لزيادة المساحات الصالحة للحياة وحماية المحيطات ونظمها البيئية وثروتها السمكية وضمان سلامة وخصوصية البيانات الشخصية وتطوير نظام تعليمي مشترك والانتقال إلى مفهوم التصنيع الشامل والسريع. دولة الإمارات تستثمر في النفط والغاز الأقل في التكلفة والانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، وتستثمر كذلك في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية وفي أنواع جديدة من الطاقة الخالية من الكربون مثل الهيدروجين. التكنولوجيا المتقدمة تلعب دور حيوي في خفض الانبعاثات والحد من تداعيات تغير المناخ. Talking about the UAE, for example, we have a lot of needs to elevate, to evolve, you know, from fossil energy to future clean energy, renewable energy. We need to solve the problem of food and water safety. We need to also build better logistics to run our ports, run our facilities. Right? We need to also develop technologies to improve our environments and so forth. So all these actually will point to, a new capability of making smart decisions. أحب أقول لأجيال المستقبل أن من الممكن لآلة واحدة القيام بعمل 100 شخص، ولكن
لا يوجد أي آلة بإمكانها أداء عمل شخص مبدع واحد. الإنسان هو دائما الأساس. عقل وقدرة وإمكانية وكفاءة الإنسان هي اللي تصمم وتطور التكنولوجيا.